يقول لي خرج. قل لي اسم الشركة. كيف شركة؟ قوية واسطة ذي. هاي اسمها هاي شركة قابضة. 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 بس أنا السنة اللي راحت. لا 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 القابضة. أي أي. حلو. شركة قوية. عرفها. شركة قوية بالشرقية. وين الشركة؟ فين هذا يا رجل؟ لا بس هم. ما أخذ على الخليج الأول. إي بس هو من وين؟ هو من الشرقية هو. إيه بس كم فرع؟ 12 فرع لها في الدمام غير الخفجي غير القابضة. يقول محاسب عام. يعني أنت محاسب الشركة كلها؟ لا محاسب فرعنا ما قيل محاسبين. واحد إنه جاء وتسلط تسلط. محاسب على التسميات هذه. والله العظيم سجلت ويوم جيت لين قدامي واحد ما له إلا شهادة. شهادة لكن إنجليزي يرجع. لا لقي يس أوف كورس أنا هنا واسم. إيه أكيد العمال. أشوف. طوكيو. لاتيني على فتح. صح. طوكيو واحدنا قدامي ايش هذا اللي ماله الا شهر ورفع راتب عليه وصلوا 9 انا ابقى راجع 5 شدنا شركة السلام ورحمه الله هلا دكتور هلا ابو مشعل هلا دكتور بن فرزان هلا يا دكتور اوه يا بس شدنا جميده يا الربع سقيع ليش جوها؟ والله العظيم انك ترقب بس شروق الشمس وكذا كرك في يدك انه ما يزيد البرد شوف ما يزيد البرد الا لاشرقه الشمس وشم بالله انت تدفى وقت الحين ويصدر موتر شغل موتر غرفتك لا والله وبطيطينه قال ان كذا اسمع مرتاح لا قدك تبي ضوء روح طلع عمرك الملحق برا شب نار تطلع عمرك طعس في الملحق برا انك اطلق طعس في المملكه هاي روح اخبار وبرد تمشي بالصيف شهر 5 طال عمرك لا تسوي جمريه ولا قرصه لا دق طال عمرك جمريه هم عليها سمن وعسل اطلب شير مكينك في ذمة بمرزانها حلوة ايش العلم والله جو تحت بطانية 5 ساعات ولا 5 ساعات نوم ولا حمه لا يا الربع المطر امانه يا الربع والله انه بارد تبي اطلع طلع هنا قديم يبغى له ما قص ربع ساعه وازع راقد ما ادري من اما محمد شكله الحين على الثمانينات ما شاء الله هي بعد روحي طنايا اوكي لا ما دخل ما يعرف مش انا عليه سمعت الكاس في يدك فرت تظهر بخار وعند الضوء طنيان عليك الجامعه فين منديره الطول اللي سووه من ديره في اي في ديره الخلق ها يطلع بابا يا رب تخريم لي ما اعرف هاي ولد اقسم بالله انا بصوت والله جيتها 2000 مره ما يبغى شيء لا احنا ما نحب الاماكن لا اي منتجه رسمي ما نجي وراك والله ما رحت الطبق هو الملاساه اي انا شو اسمه غار المطبق اخوك ما في البحر عندنا تاخذ علبة البيبسي طال عمرك عند الملاساة طال عمرك تزحلط عند حقة حمد تعرف وش الملاساة؟ اسمع وزود عليها يطول عمر السلامة زود عليها يطول عمر السلامة لو منها شرقت ومتلمم عليكم بجامة وريح الضوء عادي في ملابسك وعليك كبوة انها تطور هذا يقول تشب النار ذا وقتها ومدري وش يا ولد وقرص وسمن يمسك بطنك للقدم شوفوا بما اني عشت حضاره وبداوه يعني عشت حضاره افضل بداوه ليش؟ كنا نفضل البداوه لكن هو يقول الحين في ذا البرد اي ولد اجل متاكشن اتوقع ان ذا مبكي الحصني لا احنا لا ما بعد جاك ما بعد جاك باقي ما جاء يذمتك ذي ولا شيء احنا في المربعه يجيكم اشباط المربعه والله راسه ضيع عباته والحصني السنة خلونا على التفلس على غرفتي وعلى نعطيكم ميزات هو نعم سلطانك معي صح البداوة انا مي اخوك ما هي بداوة ما هي بداوة عيشت بداوة مرة هذا الحلو نتكلم عن كشتات يا شباب اصبر كان عندك خطوة يوم كشتات مطر عج لا قصدي خطوة يوم في مطر زين والضوء شابة وانت تحت الخيمة صوت المطر سحابة صيف قلبي قدامك قالت من الذرة وعندك ربع قالين شرواك الطيب يصير فيه حبة ريح شرواك سوالف على ما قال حياة ابن الله يقول والحليب سالفة ربع يحطون للزاير اسلوب الذي ياتي له على الدرب والممشى جراه والحليب ايه هذه الشيء هو الزين هو تمر خلاص واللي وراها في خيمة ايه هو يقول لا بدون خيمة يقول شيء نار بدون خيمة في البرد لو بزين هذاك بعد خيمة هم مواجهة
اللي تشوف اللي برا صباحيه ايه اللي مواجهه زي زينه زي الحين صباحيه والروض الخضر قدامك ونشامك كل من جاك من واحد قلت يلا يا رب فلان ياتي بعد شوي والع... لهم صفط والعايدي الى صفط مزح عاد يصير مزح عليك عاد يصير وانت نطحته نطحته بالمزح عاد يصير والعايدي معلق الذبيحه والعايدي مقابل العايدي الاخر وكل شيء جنب ايه وتمزح ومستانس وانت تشتغل ومستانس هذه بدايه الزينه وكل يوم خطوه يوم عج ذاك عج ايه وبنشر الوايد ايه راح انقطعت يا رب انا بكون حق والله والله صيب يا عيال انت قول يلا اسمع اسمع ايش احسن منها اسمع اسمع فهمت خطا يا عاد اسمع انا ما اقول عيشه عيشه مره طيب قصدي التمشيه تمشي انت سلطان قد كشته اسم طار عزيز يبي نار بدون خيمة وجهك صادق وظهرك مرداء لا كنا شوف الضوف الصقيعة أنا قال السوداني هذا صقيع صقيع أنا أقول إحنا بنبكي الحصد ما أدري لا لا حمود إحنا في المربعنية آخر المربعنية سلطان متى بيجي لا عاد بيجيك شباط اللي قرقع البيبان قرقع البيبان ذا متى بيجي بيجيك بعد 10 أيام 15 يوم واللي بعده هلا لما حميت الموتى سؤال يطرح نفسه والله باقي 15 إلى 14 رجال عارية موجود في القناة شغلونا بدون متحمولة والله لو أن لكم متحمولة أنت تقول خلص لا لا باقي أنا وجه سلطان بنت وحش من ناحية الأسم لم لم الدف أمري حالي أشهد أني زبنت دخل قول أنا أشهد أني زبنت ولا قلت ما شافي روضة نورة وين روضة نورة هذيك الروضة هذيك هذيك اللي يبغى يتمشى صح والله ما هو صح أنا سنة سنة اكيد ان لا تدري شجيت روضة نورة صح الله الله ايش رايك فيها؟ مجنون شفت انها مجنون روضة نورة يا محمد هذه كارثة هذه كارثة صدق كارثة كارثة خاصة لما جت الاجواء الزينة والعالم فيها ستار يا ابوي كي جيت الخفس ايش اين الخفس؟ حول رحت الخفس انا جيت اللي تاخذ تجي المحطة تركب الكوبري وتعين المحطة ترجع الكوبري وتعينها على اليمين ينقطع الخط عندها تنهار انا هنا قطع الخط عندها تنهاتي لا اكتب تنهات تعال على هم تروح اللي حولها نفود لا امراء غير روض تنجم ليش امدام بيض على امدام بيض طيب ايش رايك اوديك في هذا ابى اوديك في هذا ساكتن في الجبال كذا سمعت ولح تعيش يا غالي اسمع حوالي ليه عاد حي وميت يا ويلي ولا وترقي موتارك فوق الضلع تطلع على الفيضه بالبر اسمع نرقد لين الساعه 3 العصر نقوم يجينا القارب والغيران يجينا القارب نركب نطفر لين عند الدره البيضاء ولا اسمع ولا شعيب في شير كذا فعيش ما حولك شيء فعيش بالعافيه اما البراد ما نكبه والحر ما نكبه ودك بالعافيه صوري زين مصيدنا سمك اسمك عقبه نسبح لا قد ما هو برضه ايه ثم يجيك الخثاق الابيض هذاك اللي ثقل كيستم فيه ماء ويمشي عليك ثم يقرصك ياها شوف شوف ابو مبارك شوف مثل ما انت الحين لك خيال لك فكر تستانس هو حق يا اخي انا اقول ايش لاقي في البحر ماء وملح لو انكم قدرتوا رحله بحريه اسمع من سلم يلا على الوبر اللي براستك هذا راسك حلو حلو مختلف لكن هذه افضل عندي اسمع والله لا بحر ولا تنهات ولا رطو خلص بعد حي لو جيت مع عروض حايل كذا يتكلمون ايه بعد حي حايل ايه جيت بين الجبال عن سلمة ايه والمختلف ايه والمختلف ونقدا ايه فمشبيت لك شبي بعد حي والله الشام اللي مثلكم وشرواتكم ودار ايه ولازم انك تقدع ولا ما صب لك القهوي ايه انا رحت لمازن ابو عبيد وتقول علوم رحت لمازن ابو عبيد جلس فوق راسي انا اضر فيه يا ابوي صب قهوة يقول كذا ابوك جالس انا ادري ايش بيه ابغاك تقدع ايه انا ما ادري ايش السالفه انا اشوف الربع يقدعون وبعد الله هو الطواله انا الصدق انا ما صديق اللي التمر جدا يعني فرق اقول كيف شوف الرجال صب له يجيب تركني بعد روح يقدع تبشر اقدع قبل القهوه يا خالي يوم جوي ما قال لك علومك ابو شبيب قال اقدع بالتمر ما عندكم لحالكم ايش ما اقول صح
انا عينت ناس من ربع الربع. وش بلا واخت لا؟ ايه ترى شوف محمد انا معي من ربع. وش بلا واخت لا؟ ربعين اكثر اللي جاوب انت. طب الصراحه اكثر ما عينت انا قعدت على ناس وقعدت على قعدت على ناس منكم في عسى يقعد انا في ابرق الكبريت تعرفه اكثرهم ابرق الكبريت تعرفه لا لا ابرق قعدت عليهم قعدت قعدت حنا حنا واللاحي اقعد عسى يقعد على راسك اعرف كلهم ما هم عند حد منهم وعند ربع علم اكثر 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 ما عينتها في قطر ويمكن بسبب اختلاف الحكايات لازم تبدا وعند بعضهم عند بعضهم عند بعضهم اللي هنا بس ما هي بواجده عندنا والله استغربت هذاك اليوم قلت عنده ما احنا حتى احنا نستنكرها لكن بالنسبه للجدول احنا بالنسبه عندنا غرور انك تقدع وفي حال انك مثلا كنت مثلا ممتنع ما في الامر يعني امر في سعه لكن انه ما يصب لك الفنجال بدون ما تقدع مره حتى لو يكون حبه تمر هو ما يبيك حتى ما زال راجع لك بس يوم بس هو ما يصب لك الفنجال لين يشوفك قدع طيب سؤال حتى اغلبهم ياكد عليه يقول لك انت ولا يطق الفنجال ولا طيب سؤال الحين مثلا بعض الناس يمكن ما له بالتمر ولا مديت يدي ولا قدعت رجعت لا عادي هو يفتح لك مثلا قطعه الله يفتحها هو يفتح لك انت بامكانك انك تاخذ وهذا هو المحبب له ما تبي تاخذ مثلا تقول يقول تقدر تقول لا والله اني تسكروا عاد قهوي حلو بس انه المحبب له انك تقدر اهم شيء ما يجبرني اخذ لا لا انا صاحب اقدع صاحب اقدع التمر تطلع فمك كله فصل بس ابو عبيد ضرب حلو كل شوف هي حركه حلوه لان بعضهم فعلا قصدي يبي يقدع يستحي وبعضهم البيت وبعضهم يقول يقولون بعد نحاسنها مثلا نتقدع وتقصيد احنا زمان الفنجان بعضهم يقول بس كلنا اما اذكره بي مره سيرنا على النوم سليت دقيقه الدله على الريق اي أيوة والله هني بس هي ترى ما هو كفن هيلها زعفران لا والله ما زعفران الا والله زعفرانها ما هم مطحونين لا 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 ثم هيلها بس مالت جبيل لا مدقوق دق هبش ها ثم اللفاحت طال عمرك يقوم الهيل يطمر فوق بعض يقول كذا يقول كذا تلاعب ها والزعفران كذا يسبح اي والله وجهه انت هذا بقى انت حاول ما انت اضحى اضحى انا اقدس انت لين انت نظل البيت ما ادري ان شاء الله عاد بيتنا في القصيم يطلق على جبال بعيد ونفود ما بينك وبين شيء الظل اطلع كذا قلب قدامي والغنم قدامي وربي اتقام ظل البيت يا زين الدله ترى والله ما يصلح الا خطوه مره خطوه مره قدك ودك ترى الحين تصلح ما انت خلاص لا انت انت وين وعد الا الا رقه تجلى ولا تسمع لرعده دوي مزيج صبر وكفاح اجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح اجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم نضيف بالنور نور نضيف بالنور نور وعن القصص والقصيد نوسع فيه الصدور جينا نوسع الصدور باقي المزيد المزيد يبين مع الشهور يبين مع الشهور ولا ينجح أي شديد إن كان ما هو صبور إن كان ما هو صبور منافسينا نزيد والراس جدا فخور نجدد ونستعيد في بزنس سري الحضور نجدد ونستعيد بزنس سري الحضور سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم من جد جد وجاد يلقى لفعل حصاد الرنك فخل الهدى الرنك فخل الهدى ما في قبل وبعد فيها العلوم الوكال فيها العلوم الوكال بإذن واحد أحد من منطلق واعتقاد من منطلق واعتقاد اللي يشاهد يجد اللي يسر المراد علم وثقافة تشد والمعرفة بازدياد المثقفة تشد والمعرفة
سلام في المبتدا تسليم تل العموم حنا هنا ونحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلام في المبتدا تسليم تل العموم حنا هنا ونحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع أم النجاح والاسم ما ينغوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم جينا لكم من بعيد نضيف بالنور نور نضيف بالنور نور الصدور جينا نوسع الصدور باقي المزيد المزيد يبين مع الشهور يبين مع الشهور لا ينجح أي جديد إن كان ما هو صبور إن كان ما هو صبور منافسينا نزيد والراس جدا فخور نجدد ونستعيد في بزنس ذري الحضور بزنس سري الحضور سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم من جد جد وجد يلقى الفعل يا لا هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تسينا القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عاملة بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هلا البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هل البزنس كفو